غاب من عمري أنا، حياتي عذاب، حرمت الهنا، الهنا الهنا من بعدك. لمي ألمي ألمي الزهر بينحني وبتشرب. لمي ألمي ألمي شمسك يا هديني يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا 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 طموح الشباب والارتباط بالجذور اللي استقى منها اللحن ليغني بصوت عذب هو ما يميز الفنان الشاب زين أسعد اللي بيجمع ما بين التلحين والتأليف والغناء واللي بلش اليوم بحلقتنا يطربنا بغنية ببداية حوارنا معه لليوم واللي أكيد رح نكون معه بفقرة حوارية كتير ممتعة لحتى نتعرف سوا على أعماله وجديده بعالم الفن. أكيد مشاهدينا بيسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستديو الفنان زين أسعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. كمان بيسعدنا نرحب بعازف الإيقاع حيدر أسد. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك زين. بداية خلينا نتعرف منك على مجالات الفن اللي أنت طبعا بتهتم فيها. أول شيء أنا كبداياتي بصراحة أنا كنت عازف عود، ضليت فترة تقريبا ست سنين ونص تقريبا. بعدين اتجهت للغناء والتلحين والكتابة يعني بصراحة، وهالشي كان بتشجيع من الأهل والأصدقاء والحمد لله. يعني هاي مثل ما شايفين اليوم يعني هيك وضعنا. يعني كتير حلو. أول شيء الله يعطيك العافية على الغنية الحلوة اللي افتتحت فيها حوارنا لليوم اللي كتير حلوة. تاني شيء يعني حضرتك تشتغل بالتأليف وبكتابة الأغاني، في شيء خاص لإلك أنت ممكن كتبت شيء لإلك أو شيء أنت غنية حبيت أنه تعملها لحالك؟ إيه في عندي مجموعة أغاني طبعا من تأليفي ومن تأليف يعني ناس تانيين بصراحة مختصين كمان بهالمجال. ويعني والحمد لله يعني أنا عم بقدر أنه أعمل شيء خاص فيني بهالوقت هيدا العصيب. يعني شوي هيك وضع البلد ما كتير النشاط الفني فيه ما كتير يعني مدعوم هي، بس الحمد لله أنه قادر أنا أعمل شيء بصمة خاصة فيني. حلو الواحد لما بيعمل غنية هو لحاله ما بيجوز الكلمات بتكون بتناسبه أكتر والقلب يعرف هو شو بيلبقله شو بيلبقله أكيد. تماما. زين من أيمت أنت بلشت بموضوع خلينا نقول العزف بعدين يعني اتجهت للغناء؟ أنا من عام 2005 لحد هلا بهالوسط هذا. يعني كان أول حفلة لإلي كانت برأس السنة 2005. حلو. تذكر هذا التاريخ قد ايه بيعني لك يعني؟ اي والله بيعني لي كثير صراحة. أول تجربة لي حتى بالغناء على المسرح وهيك. اي والله. وكيف شفت الصدى يعني بأول تجربة كونك ذاكر التاريخ فأكيد بتذكر الصدى للناس اللي سمعوك وشو كان ردة فعل أهلك لما شافوك هيك بهذه الحماسة والشجاعة يعني؟ كانت ردود الناس كثير حلوين بصراحة وشجعوني و يعني صارت دعم من الأصدقاء ومن الأهل وهيك وتشجيع يعني الحمد لله. يعني قدرت أنا أتقدم شوي شوي يعني على مراحل وشاركت ببرنامج الإكس فاكتور يعني والحمد لله. يعني أكيد رح نحكي كثير عن تجربتك بالإكس فاكتور والمراحل المتقدمة اللي وصلت إلها، بس أكيد أول شيء حابين نسمع غنية لإلك أنت لألفتها أنت وإلك هي. أي تكرم عيونك. رح سمعك أغنية من ألحاني ومن كلمات الأديب الراحل خلدون شرابي.
حسمعكم اياها بعنوان طلي بعينك. تفضل. هاي نروح بلدي. طلي بعينك عالسما وشوف القمر وينه، لا تعرفي شو هو الفرق ما بينك وبينه. هو بالسما صياد بالنجمات، هو بالسما صياد بالنجمات، وانتي بأرضك قمر صياد بعينه، صياد بعينه. قولي لبيك لا بقى يخلف غيرك حدا، عنده قمر ضاوي عالأرض بيمشي عالهدى. خدودك يا حلوي فيها هالغمزة، خدودك يا حلوي فيها هالغمزة، ومن لما شافن قلبي أنا جن جنونو، أنا جن جنونو. طلي بعينك عالسما وشوف القمر وينو، تتعرفي شو هو الفرق ما بينك وبينه. هو بالسما صياد بالنجمات، هو بالسما صياد بالنجمات، وانتي بأرضك قمر صياد بعينه، صياد بعينه. شكرا كثير لك، كثير حلو. هلا خلينا نحكي شوي بمجال التأليف والتلحين، يعني انت اكيد عندك كثير من الاعمال، نحكي عنهم لهدول الاعمال، ويمكن في شيء مفضل بتحبه اكثر من غيره، يمكن اغنيه قريبه لك بتحس حالك لما سمعتها انه هي انا. هلا انا بصراحه ميال يعني للون الطربي مثل ما بيقولوا ايام الزمن الجميل، هي بحب اغني للفنان العملاق الراحل وديع الصافي ولعبد الحليم وام كلثوم، يعني انا هذا اللون اللي بحس انه روحي موجوده فيه اكثر من اللون الحديث وهيك. بس طبعا لا غنى عن الاغاني الحديثه والجبلي وال يعني لا غنى عنهم ابدا، بس انه انا بشوف انه روحي موجوده بهالالوان القديمه بهذا المود. يعني أيوه؟ لحنت لحدا من زملائك الموجودين بالساحه الفنيه؟ طبعا لحنت لفنانين يعني من سوريا ومن خارج سوريا، ومن ضمنهم الفنان وائل علي، ومن ضمنهم كمان فنان محمود شريبة، وكانوا الاغاني كثير يعني لاقوا استحسان يعني عند الناس، وهيك الحمد لله يعني عم اقدر احط بصمتي الخاصه بهالاغاني هيدي. حلو هيدا الكلام، يعني انه انت تقدر تحط هيدا اللحن الجميل على الكلمات، وبنفس الوقت ممكن انه انت تكتب كلمات وتغني بصوت عزب، يعني هيدي الموهبه بتتطلب كثير من التدريب، كثير فعلا من الجهد حتى توصل للمرحله اللي انت وصلت لها. خلينا نحكي شوي كيف قدرت تشتغل على حالك، وليش بتحب العود اكثر شيء؟ يعني ذكرت ببدايه الحديث انه انت بلشت بالعود، يعني شو سبب حبك للعود وشو الموهبه هي كيف قدرت فعلا تنميها بطريقه صحيحه؟ هلا انا بصراحه يعني عامل دورات، انا سولفيج غنائي ودورات عزف عود وهيك، بس انا يعني موضوع حبي للعود يعني هو كان يعني بتاثير من الوالد، يعني والدي كمان كان عازف عود وهيك، تاثرت فيه انا والله وتعلمت على العود وسجلت دورات، والحمد لله يعني مثل ما انك شايفه اليوم هيك شغلي وهيك. بيقولوا العود بيعطي صوتك الصوت شوي حلو مختلف بجوز عن الآلات الموسيقية الثانية، بيعطي الجو بجوز اللي انت بتحبه لوديع الصافي وهيدي الأجواء، لانه يعني بتحسي انه هو قديم وهيك يعني انا بشوف انه هذا العود يعني بيلامسني هيك من شيء جواتي وانا عم غني بيلامسني العود بغض النظر عن اي آلة ثانية.
والحمد لله يعني بيساعدك بمجال التلحين هذا. كمان يعني معظم البلحن هون بيلحنوا طبعاً على العود اكيد. أيوة بيساعد بهالمجال. قد ايه مهم فعلا للشباب يكون في عندهم دراسه اكاديميه سواء للموسيقى للالات الموسيقيه او ممكن الشاب اللي بيغني كمان يكون يعزف على اله معينه، هذا الشيء بيساعده برايك بتطوير كثير كثير بيساعده كثير بيفيده انه المطرب يعني يكون يعزف اله بيضل عنده ثقافة وبيضل عنده أرضية موسيقية بيمشي عليها مثلا بحفلة أو بأي مكان يعني. وبالتحديد يعني العود يعني بتحسي إنه عم يحكي هو والمطرب يعني بالأغنية عم يغنيها بتحسي عم يحكي هو وياه بصراحة. بالنسبة لموضوع إنه الفنان يكون عنده ثقافة وهيك ضروري إنه يعمل دورات وسولفيج وهيك حتى يكون عنده يعني يكون اكاديمي اكثر من انه سماعي يغني هيك او يعزف سماعي، يضل اكاديمي يضل عنده ثقافه موسيقيه اكثر وقادر طبعا وقادر يغني وقادر يغني بكل شيء طبعا بكل الطبقات وبكل طبعا هذا الموضوع يعني لا غنى عنه للفنان بصراحه. جميل هيدا الكلام وخاصة للشباب اليوم اللي عم بيفكروا هن اللي بيمتلكوا فعلا الموهبة وعم بيحاولوا يوصلوا لبداية طريق الفن، لازم يكون بيمتلكوا المهارات الأكاديمية لحتى يحققوا النجاح. حضرتك كنت من أحد المشاركين بالإكس فاكتور وحققت فيه مراتب كتير حلوة، خلينا نحكي عن هيدي المشاركة طبيعتها وشو اكتسبت من هيدي التجربة، يعني قد ايه أضافت لك أنت كزين؟ طبعا تجربتي بإكس فاكتور كانت يعني من احلى التجارب اللي انا مرقت فيها بحياتي، وكنت انا يعني بالبرنامج وصلت لست الاوائل فيه بفريق الفنان وائل كفوري، كنت انا موجود وصلت لست الاوائل وبعدين للاسف ما حالفني الحظ وقدرت كفي وطلعت يعني. وبعد ما طلعت من بس هو كل اللي بيشارك باكس فاكتور بيوصل لمراحل هو فائز يعني طبعا يعتبر بس انه يعني بيضل انه طموحه انه يكفي بس للاسف يعني ما حالفنا الحظ. وبعد ما طلعت من اكس فاكتور دغري عملت اغنيه جديده وهيك يعني. كان برنامج اكس فاكتور كان كثير حلو يعني مرحله كثير حلوه بحياتي واكتسبت فيه خبرات كثير كبيره يعني مسارح كبيره وجمهور كبير قدام المطرب هيك بضل عنده رهبه المسرح بضل عنده هيك، بس انا قدرت اخلص منها بهالبرنامج هذا. موضوع كمان تنافس بين بعضكم تنافس منافسي كمان كان في مين حيأدي بطريقه افضل طبعًا يعني حتى الواحد بضل بيقول لا انه انا راح اعطي اكثر من زملائي وهيك حتى يضل عنده منافسه هيك بس يعني للاسف ما حالفنا حظ. بتفكر تعيد التجربه؟ ممكن تفكر تعيدها بضمن برنامج ثاني او حتى نفس والله البرنامج. عم فكر فيها اي والله ممكن تعيدها ممكن اعيدها اذا صارت لي فرصه ان شاء الله. بنتمنى لك معناها التوفيق تاخذ المرتبه الاولى يعني دائما السوريين مميزين باصواتهم الجميله بكل المسابقات اللي بيشاركوا فيها على مستوى العالم ان شاء الله نشوفك منهم. ذكرت حضرتك بعد ما خلصت من الاكس فاكتور عملت غنيه ايه شو هي هاي الغنيه؟ حابين نعرف شو هي هاي الغنيه، منين اجت، شو الفكره اللي اجت منها وبدنا نسمعها اكيد كمان. بس تكرم عيوني هيدي الاغنيه انا عملتها بعد الاكس فاكتور يعني اول اغنيه كانت لي ومن كلمات شاعر رياض العلي ومن الحان خيي حمزي اسعد عازف في الاورج حمزي اسعد وتوزيع علاء حمودي وبتحبي هلا سمعك اكيد بدنا نسمع نحن خاصه انه هي اول اغنيه لها بيكون لها هيك مرتبه خاصه طبعا بضل لها وقعه خاصه يعني بحياتي. يلا راح اسمعكم لو كان في انسان لو كان في ينساك حبيبي حبيبي وارتاح من جنونك ومن هواك من هواك ما كنت جيت لعندك بدمعي بدمعي ما كنت قلت لك لقلبي رجع بترجع لو كان في ينساك حبيبي في ينساك وارتاح من جنونك ومن هواك من هواك ما كنت جيت لعندك بدمعي بدمعي ما كنت قلت لك لقلبي رجع بترجع لو كان في يعيش بهالدنيا من دونك ما كنت بشتاق لك ما كنت مجنونك لو كان في يعيش بهالدنيا من دونك ما كنت بشتاق لك ما كنت مجنونك ما كنت بشتاق لك ما
ما كنت مجنونة، ما كنت بشتاق لك، ما كنت مجنونة. شكرا كثير لإلها، كثير حلو. مين بيساعدك بانتقاء كلمات الأغاني زين؟ والله بيساعدني بهالموضوع الأهل، وطبعا اعتمادي الأكبر أخي حمزة الملحن اللي لحن لي الأغنية هيدي، وطبعا الأصدقاء، يعني باخذ رأي الكل. تاخذ رأي أكثر من حدا يعني. أكثر من حدا طبعا. وبختار يعني بالنهاية اللي بشوفه أنا، طبعا كمان بشوف إنه بلامسني كمان، يعني أنا بشوف روحي فيه. لا غنى عن رأي الأصدقاء والأهل وهي. حلو معناها بالجلسات دائما زين إنه غني لنا شو عندك، رفقاتك دائما بيكسبوا وجودك، غني لنا شو عندك، شو جديدك. ايه طبعا. قد ايه حلو هيدا الإحساس يعني كمان. ايه كثير حلو إنه هيك الواحد يكون في تواصل بينه وبين الأصدقاء والأهل والمعارف، يعني يدعموه. طبعا هن الداعم الأكبر، يعني الفنان لحاله ما بيقدر يقدم شيء أو يتقدم. صحيح. بدون الأصدقاء والمعارف والمحبين يعني هي. كان عندك أفكار إنه تعمل، يعني هلأ حضرتك عندك غنية، عندك تلحين لأغاني لأشخاص آخرين، ولحنت لمطربين عالميين. فكرة الفيديو كليب شو موضوعها عندك؟ فكرت فيها؟ صورت؟ شو ممكن يكون طموحك بهذا الموضوع؟ وخاصة نحن بنعرف إن الصورة هي كتير إلى دور لتوصل فعلا أغاني كتير نحن بجوز ما بنعرفها لحتى نشوف الفيديو كليب تبعها. طبعا هلأ فكرة الفيديو كليب أنا يعني موجودة بالنسبة إلي مطروحة يعني حاليا، بس إنه ناطر الفرصة المناسبة والوقت المناسب والأغنية المناسبة حتى إنه الواحد يتعب عليها ويعمل لها كليب. نقوله مندللها لهذه الأغنية لحتى نعمل لها فيديو كليب. صراحة كثير من المواهب الموجودة سواء بسوريا بشكل عام وحتى بالساحل السوري، عم بتلاقي أنت يعني شاب موجود بهذا الوسط، في دعم لهدول الشباب؟ شو بينقصكم؟ شو يمكن هي الدعم من لازم يكون عم يقدم لكم هذا الدعم كمان؟ هيدي النقطة يعني أنا يعني بتمنى أنه أحكي عليها بكل شفافية وصراحة، يعني بصدق بدي أحكي عنها. نحن بسوريا وخاصة بالساحل هون عنا كتير أصوات حلوين ومطربين يعني واعدين وأصواتهم يعني كتير حلوة بصراحة، بس في إلي عتب هيك صغير على الإعلام بشكل عام، يعني في تقصير من إعلامنا بالإضاءة عن هالمواهب وهالأصوات هيدي. كنت أتمنى أنه يكون في برنامج سوري مختص بهالموضوع، أنه الإضاءة على الأصوات الحلوة والمواهب الشابة الموجودة عنا بسوريا وبالساحل. بس أتمنى أنه يصير هيك شيء لقدام يعني، وبما يخدم أنه هالمواهب وهالفنانين الموجودين عندنا بالساحل وبسوريا. لا وفرصة يمكن لحتى يبينوا، لحتى تبين موهبتهم. طبعا بدنا إضاءات وبدنا دعم من الإعلام وبدنا من الراديو، هذا بدنا من كل الأطراف يعني دعم. هذا الكلام جميل، يعني دائما نحن بنشوف فعلا كثير مواهب شابة واعدة بجوز ما عم تشوف فرصها، بس دائما يعني نحن لك قناة أوغريت عنا برامج مختصة بجوز ماها انت طبعا رجل هيدا البرنامج بيلقى الضوء على الفنانين الموجودين، بس بجوز انتم بحاجة لدعم أكبر، يعني خاصة كنا هلا عم نحكي من شوي بموضوع الفيديو كليب اللي هو بيحتاج لأموال لحتى نحن نشتغل هيدا الفيديو كليب، بدك شركة راعية. وجود الشركات الراعية قديمه ضروري كمان للفنان اليوم لحتى هي اللي ترعى هيدا العمل وتسعى بتسويقه بالطريقة الصحيحة ليوصل للوطن العربي بشكل كبير. طبعا هلا هاي النقطة انه شركات الراعي بصراحة يعني لا غنى عنها، بس انه مثلا انه مطرب بده يروح على شركة بده يفرضوا عليه قيود ويفرضوا عليه شروط، يعني ما عاد بيتحمس، ما ضل عنده طاقة، يعني بتحسي انه قيدوه الشركة. وانه المطرب مثلا ينتج لحاله كليبات واغاني وهيك، الموضوع مكلف جدا بصراحة. مشان هيك بيضل المطرب انه او الفنان او الموهبة مثلا بيضل انه معتم عليه بصراحة، هيك في تعتيم، يعني اذا ما كان في اعلام وراديوهات و حتى على الفيس وعلى اليوتيوب كمان هالموضوع بيخدمه يعني للفنان. بس موضوع الشركات كمان يعني هن بينتجوا وبيضخوا على مستوى عربي بس ضمن قيود يعني للفنان. تماما. هلا خلينا ناخذك على المود اللي بتحبه انت، الوديعيات والاغاني الطربيه، شو حابب تسمعنا؟ رح اسمعكم اغنيه الفنان العملاق وديع الصافي بعنوان الحب هالحرفين مش اكثر.
تفضل. انا بحب هيدي الاغنيه وراح اسمعكم اياها. يلا عم نسمع لاعجابكم. على الوحده. الحب هالحرفين مش اكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا واكبر وعليهم تعمر اساس الكون. اي نبي بالحب ما بشر عم تسألي شو الحب يا أسمر؟ الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر وعليهم تعمر أساس الكون. أي يا نبي بالحب ما بشر عم تسألي شو الحب يا أسمر؟ شو اللي بيخلي الأم تقضي الليل راكعة عسرير طفل صغير؟ شو اللي بيخلي البي يحمل ويل ويتعب ويشقى ويعطي كتير؟ مين قوى للضعيف الحيل وهون على المحتاج كل كبير؟ الحب 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 خلى الوالدي تسهر وخلى حنين البي يتفجر. وعم تسألي شو الحب يا أسمر؟ الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر وعليهم تعمر أساس الكون. أي نبي بالحب ما بشر عم تسألي شو الحب يا ما شاء الله عليك يعطيك العافية. الله يعني دائما شكرا. الحب هو محور الأغاني دائما، هاي الحرفين هن الكون. اي فعلا يعني دائما بنشوف هيك دائما الشباب وخاصة هن أصحاب المواهب الجديدة كثير بيلجأوا للأغاني اللي بتحتوي على الحب والغزل وهيدي الأمور. شو السبب برأيك وقديش فعلا بيكون لها تأثير على المجتمع المحيط لما بتطلع هيدي الأغاني؟ طبعا هاي الأغاني الحب وهيك والغزل يعني سريعة الانتشار أكثر من الأغاني اللي فيها عتب او اللي فيها تجريح او اللي فيها ايه. هاي الاغاني بتوصل للكبير ولا للصغير وللشاب وللصبي يعني بتلامس الكل. الاغنيه اللي فيها حب وفيها غزل وفيها طبعا لانه بتحمل مشاعر بجوز كثير بتحرك المشاعر وسريعه الانتشار اكثر بما يخدم الفنان بما يخدم الناس بما يخدم الجميع يعني كل الجمهور بيحب هاللون هذا. هلا كثير عم نشوف انه انتشار خاصه بموضوع الحفلات عم يعتمدوا اكثر شيء على دي جي. خلينا نحكي عن تاثيره وقد ايه هو مؤثر، قد ايه تاثير انه يكون في دي جي بالحفله ويكون في مطرب فعلا عم بيغني بصوته اغاني لفنانين اخرين. طبعا الدي جي حاليا انتم مثل عم تشوفوا انه منتشر اكثر من يعني اكثر من المطربين صار حاليا بهالاوقات هيدي. الدي جي اعتماده بالحفله على انه موضوع دمج الاغاني ويعمل جو راقص بالحفله، بس طبعا بضل الطاقم الموسيقي والفنان بضل له وقع خاص يعني بالحفلات وبالاعراس وبالمناسبات يعني. في ناس بتحب الدي جي وفي ناس بتحب المطربين يعني ناس اذواق اذواق الناس اذواق طبعا ايه. بس انت شو بتفضل يعني انت اذا بتكون عم تحضر حفله شو بتحب تكون اكثر دي جي ولا مطرب بتحب؟ والله انا بحب انه يكون
نصها دي جي ونصها فرقه ومع مطربين وهيك يعني الارضاء للطرفين الارضاء للطرفين منوع من كل المجالات حلو. كمان عم نشوف الاغاني التراثيه ماها كثير عم تاخذ صدى وزين يعني الاغاني التراثيه الساحليه هلا هي اغاني كثير كلماتها بسيطه ومحبوبه وكان لها كثير وقع كبير واليوم عم نشوف لها انتشار كثير كبير. كيف تشوف انت الاغنيه التراثيه الساحليه ولوين تحب يعني هيك فعلا انه توصل هي الاغنيه؟ هلا الأغنية التراثية الساحلية يعني ربينا عليها نحن لما كنا صغار ولحد الآن لسه موجودة ولسه بطاقتها وبنشاطها وبقوتها رغم إنه الناس اتجهت شوي للأغنية الحديثة وال الموسيقى السريعة والإيقاع السريع والهيصة مثل ما بيقولوا بس الأغنية التراثية اللي نحن كلنا ربينا وكبرنا عليها أنا الشق الاكبر من حفلاتي كله اغاني تراثيه وهيك قليل برايك يعني انت كشاب يعني وجود ضمن هيدا الوسط الفني اذا عمل اعاده توزيع لهيدي الاغاني تغنت باصوات جديده باصوات شابه ما بصير في الى انتشار يعني طبعًا. مثل الاغاني الحديثه اللي طبعا بصير انها انتشار على مستوى عربي لاني حاليا وسائل التواصل الاجتماعي عم تساهم بنشر هالاعمال هيدي بنشر كل شيء عم يقدمه الفنان لاني ما ضل فنان حاليا الا عنده صفحه على الفيس وقناه على اليوتيوب وهيك وهالموضوع يعني انا بالنسبه لي مطروح حاليا انه جدد اغنيه من التراث اغنيه قديمه وجددها ووزعها من جديد اي والله وارجع واعيد نشرها يعني هلا كثير بنشوف من الشباب وخاصه يعني اللي عندهم هن موهبه جديده او حتى حابين انه يدخلوا بمجال الفن بيعتمدوا كثير على الايقاع واللحن اكثر ما بيعتمدوا على الكلمه يعني احنا بنشوف الغنيه هي ايقاع ولحن صاخب وهي بس اذا انت بدك على الكلمات هو ما في كلمات اساسا هي ذات معنى يعني كيف انت بتشوف هيك ممكن تفكر انك تخطي هيدي الخطوه مثلا لحتى توصل لنجاح معين وترجع بعدين على المود تبع الاغاني لانه هي صارت خطوه تقريبا شبه ناجحه للوصول للشهره بسرعه هلا بصراحه ليك يعني حاليا انا مثل ما عم شوف يعني بالاغاني اللي عم تنزل حاليا يعني تفتقد صارت للكلمه الحلوه وللمعنى يعني ما ضل فيها معنى للاسف اعتمادها كله على التوزيع السريع والايقاعات السريعه والهيصه وهيك بس انا يعني ما بعرف يعني ما كثير بيعجبني ما بشوف حالي فيهم ما كثير بيعجبني هالشيء هذا بتمنى انه الكلمه تكون لها معنى وفيها صوره يعني بتنقل للمستمع صوره واضافه الى التوزيع الحلو والايقاعات السريعه يعني هو بالنهايه الغنيه عمل يكون متكامل فيها معنى كلمه يعني حلوه الغنيه عمل متكامل لازم يعني تمتلك كل المقومات من الكلمه من اللحن من حتى بجوز هيدي الاغاني اللي بنشوفها هلا موجوده كمان صوت ما رح نحكي على الصوت لانه اليوم المطرب معنا صوته كثير حلو فما الله يسلمك يا رب يخليك ضروري هيك انه تتكامل الاغنيه من كلمه من معنى من توزيع من لحن من تسويق اعلامي كمان هي الفكره اي صحيح يمكن في شروط هي معينه لازم تتوفر بالفنان لحتى يكون في عنده انتشار اكبر برايك هلا الشروط الاساسيه يعني القواعد مقومات خلينا مقومات الفنان يعني لازم يكون بالدرجه الاولى مثقف موسيقيا وصوته يعني انه اذا مطرب يعني صوته حلو يعني انا بصراحه بشجع صوته حلو انه يعمل اغاني وهيك بس اللي ما له صوته حلو يعني يصف على جنب ما انه يصف على جنب لا انه بس انه ما تقحم نفسك بهالمجال هذا لانه مجال الفن كثير صعب من اصعب المجالات وبدك يكون عندك مقومات من شكل وكاريزما وصوت واداء وفي متابعه كمان يعني متابعه بس طلع غنيه ووقف طبعاً متابعة استمرارية الفنان يعني بده استمرارية دائماً ما ينزل أغنية ويوقف إنه خلاص يلا هيك نزلتها ومشي الحال لا بده استمرارية وبده حفلات وبده لقاءات وبده يعني هيك هي مقومات الفنان بصراحة جميل هيدا الكلام زين لقدام يعني هلا شو مفكر شو مخططاتك للمستقبل في عندك غنية إلك تلحينك وكلماتك سوا واللي لا لسه في مشاريع جديدة بدك تخبرنا عنها اليوم حصريا اكسكلوزيف اليوم ايه اخبركم عنها انا في عندي ان شاء الله اغنية من كلماتي والحاني انا راح ابلش توزيعها ان شاء الله بالاسبوع القادم بعنوان بعيد الشر عنك هاي الأغنية بتحبوا كمان سمعكم ياها حلو إذا فينا نسمعها اكسكلوزيف لكم ولا مقطع صغير أكيد مقطع صغير مشان ما تروح طبعا ولا يهمك تفضل <تصفيق
الشر عنك بعيد كل شي عنك إلا أنا. لو تبرم يا ولفي بهالدنيا ما تلاقي مثلي أنا. بعيد الشر عنك بعيد كل شي عنك إلا أنا. لو تبرم يا ولفي بهالدنيا ما تلاقي مثلي أنا. حنين وبيخاف عليك يمسح لك دمعة عينيك. حنين وبيخاف عليك يمسح لك دمعة عينيك. لو تطلب روحه بيعطيك يا روحي أنا يا روحي أنا يا روحي أنا. هيدي حصريا لنا بصباح بصباحنا طبعا لليوم. وحلوه يا بعيد الشر عنك وناطرينك الا انا. حلو. ناطرينا الاسبوع القادم يمكن هي تخلص توزيع باشر بتوزيعها الاسبوع القادم ان شاء الله. طبعا بتنزل بالاسواق قريبا. مخطط ثاني حابب انت يعني ذكرت من شوي ذكرنا موضوع الفيديو كليب يمكن كمان حيكون في خطه لفيديو كليب ان شاء الله. موضوع الفيديو كليب بيني رح يكون بعد اطلاق هيدي الاغنيه حتى نشوف انه أصداء يعني بالوسط الفني وأصداء بين الناس وهيك. إذا كانت يعني مستحسنة بالنسبة للناس وهيك وانتشرت رح أعملها هي تكون إلها فيديو كليب بصراحة. إن شاء الله يعني نحن ما بيوسعنا غير إنه نتأمل يعني نأمل لك التوفيق إن شاء الله ونشوفك محقق كل أحلامك فعلا إن كان بمشروعك على مستوى الغناء والتلحين والتأليف أو على مستوى مشاركاتك بمسابقات عالمية ممكن تكون طريقة أسرع لحتى توصل صوتك للعالم أكثر. كتير بدي أتشكر وجودك معنا اليوم الفنان زين أسعد. كتير فعلا أطربتنا وأحليت صباحنا. شكرا كتير لوجودك معنا. الله يسلمك يا رب. بتشكركم على هالاستضافة الحلوة وكل الشكر للمشاهدين ولطاقم العمل. اهلا وسهلا فيك. واكيد ما رح ننسى نشكر عازف الايقاع حيدر اسد اللي فعلا كثير اطربنا واليوم كان معنا بايقاع كثير جميل وعلى الدقه مثل ما بيقولوا على الدقه ونص. اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لك. طبعا كثير بنشكر وجودكم معنا. نتمنى لك زين التوفيق ونشوفك دائما متالق وواصل لكل شيء بدك. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم جزيلا وممنونكم يعني. يعطيك العافيه.